الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحباب الكرام، نبدأ درسنا كعادتنا مذكرين أنفسنا وإياكم بقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نكون وإياكم ممن تتنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة، وأن يذكرنا الله في من عنده، اللهم آمين. ها نحن قد وصلنا إلى أفضل أيام وليالي رمضان، وصلنا إلى العشر الأواخر التي كان النبي المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم يستقبلها ويقبل عليها إقبالاً خاصاً. هذا الإقبال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الاستقبال للعشر الأواخر وصفته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. شد مئزره كناية عن ترك الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر بكاملها، وأيقظ أهله لأن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أين كان مكانها؟ تفتح في المسجد، وأحيا ليله طائعا لربه سبحانه وتعالى. في رواية عند مسلم تقول عائشة: كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها. في رواية عند الطبراني من طريق أنس: النبي إذا دخل العشر طوى فراشه. كأن النبي يرسل رسالة لأصحابه، لأمته، لزوجاته، لأهله، بأن هذه العشر جدير بالمسلم بألا يضيع منها شيئاً. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعاً لم يترك قيام الليل، بل إن عائشة شفقة منها على النبي تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ومع ذلك، مع هذا الاجتهاد في سائر الأيام، فإن النبي إذا دخل العشر كان يحيي طول الليل طائعا لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ كل هذا الاجتهاد نبينا أراد أن يوضح لأمته، عندما يكون الهدف ثمين فيجب أن يكون الجهد كبير. عندما تريد أن تحقق هدفا عظيما لا يمكن أن يتحقق هذا الهدف بدون جهد عظيم. فالهدف من هذا الاعتكاف ومن هذا الاجتهاد هو البحث عن الكنز الثمين. عن ماذا؟ عن أكثر من 80 عام تضاف في الأعمار. ولهذا في موطأ مالك النبي صلى الله عليه وسلم أوري أعمار الأمم السابقة، يعني علم النبي أعمار السابقين وأنها أعمار طويلة جداً. يقول الإمام وهو ينقل هذه الرواية، يقول: فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر. كأن ليلة القدر أكرمت بها أمة محمد. لماذا؟ حتى تعوض بها فارق السنوات بينها وبين من؟ وبين من كان قبلنا ممن يعيش مئات السنوات، بل لربما كما في قصة نوح عليه السلام: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما.
هذا الإكرام يتضح في قصة ذكرها الإمام القرطبي المفسر المالكي رحمه الله. ماذا ذكر؟ ذكر عند الكلام عن سورة القدر في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه 4 من عباد بني إسرائيل. جاء في بعض الروايات أن منهم يحيى عليه السلام، ومنهم يوشع بن نون، ومنهم كذلك مؤمن آل فرعون في سورة غافر، وقال رجل مؤمن من آل فرعون. هؤلاء 4 ما شأنهم؟ قال النبي عنهم: عبدوا الله 80 سنة، لكن ماذا معها؟ لم يعصوا الله فيها طرفة عين. 80 عام خالية، هم عاشوا أكثر، لكن هذه 80 كانت خالية من المنغصات ومن الذنوب ومن السيئات. ما الذي سوف يحدث لمن يسمع هذا الكلام؟ هو ما حدث لنا، العجب، ويعني سبحان الله 80 عام بدون معصية. فنزل جبريل عليه السلام، والقصة ذكرها القرطبي، فقال: يا محمد، عجب أصحابك. العجب ليس من طول الأعمار، همة الصحابة في العبادة. عجب أصحابك من عبادة هؤلاء. فبالتأكيد طبعا حدث التعجب. فقال جبريل عليه السلام: فإن الله أعطاك خيرا من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. تخيل، ليس مثل، هي خير يا محمد من عبادة وطاعة تكون في 1000 شهر، أكثر من 83 عام. فتخيل عندما يصيبها المسلم ويظفر بتلك الليلة، يكون قد أضاف إلى رصيد حياته وحسناته بمقدار ما فعل فيه. ولهذا الإنسان يسعى أن يتاجر التجارة الرابحة مع الله. الآن هناك تجار يستغلون المواسم، المسلم كذلك عليه أن يستغل هذه المواسم الخيرة التي تتاح أمامه. لكن سبحان الله عندنا فارق. نحن اليوم في أول رمضان تجد لربما المسجد يمتلئ، ويعني إقبال على هذه المصاحف العظيمة بمجرد مرور أول 7 أيام أو 10 أيام يبدأ العد التنازلي أو العد للأشخاص الذين كانوا يملؤون المسجد، كأنهم يعاكسون حال النبي صلى الله عليه وسلم. العكس، سيرة النبي تقتضي منا أن نقوم بالعكس، أن يكون عندنا اجتهاد يزيد 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 إلى أن يصل إلى الذروة عند أول ليلة من ليالي العشر، وهي تبدأ اليوم إن شاء الله بالمغرب. اليوم تبدأ أول ليلة من العشر الأواخر. فيجدر بنا، ليس من المفروض لكن من المستحب لنا ومن الذي ينبغي أن نسلكه، أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن نجتهد في هذه العشر، ليس فقط من أجل الاقتداء، وإنما أيضا اتباعاً وفوزاً بهذا الكنز الثمين، وهو أن نضيف إلى أعمارنا أكثر من 80 عام مملوءة بطاعة وتقرب إلى الله. هذه الليالي العظيمة والتي قال الله عنها ليلة القدر، هذه الليلة التي كان النبي يعتكف، النبي كان يبحث عن هذه الليلة، وبحثه أثمر علمها. علم النبي هذه الليلة، وفعلاً عندما علمها وأوحي إليه بها خرج مسرعاً ليخبر أصحابه بها كعادته. ما ترك خيراً إلا ودل الأمة عليه، وما ترك شيئاً شراً
إلا حذر الأمة منه، عادته صلى الله عليه وسلم. فجاء في صحيح البخاري من طريق عبادة بن الصامت أن النبي خرج يخبر بها. يقول عبادة: فوقف النبي وقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى رجلان فأنسيتها، فالتمسوها في 9 و7 و5، في رواية التمسوها في 10 الأواخر، في رواية التمسوها في 10 الأواخر، إلى غيرها. بالله لاحظ، هذا الموقف لم يقع عبثا، وقدره الله عز وجل، وأخفي بسبب هذا التلاحي بين الرجلين علم ليلة عظيمة جدا هي ليلة القدر، بسبب خصومة بين اثنين. كأن الله عز وجل أراد أن يقدر هذا الموقف لتعلم الأمة أنها متى ما اختلفت وتناحرت وتقاتلت وتنازعت فإن ذلك مؤذن برفع البركة ورفع الخير ورفع الرحمة، وأن ما نجنيه اليوم نحن اليوم هو ثمرة ونتيجة ومحصلة لما يحدث بيننا نحن أهل الإسلام. ولهذا الله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا. الفشل يكون في كل شيء، في ميدان القتال، في ميدان الصناعة، في ميدان التعليم، حتى في ميدان العبادة يحدث لنا فشل، بدليل أن ليلة القدر أخفيت بسبب خصومة بين اثنين، فأخفي أمرها، وكان النبي يجتهد في 10 ليعطي مثالا لأمته ودرسا لأمته بأن تجتهد في 10 لتظفر بهذه الليلة. لماذا سميت بهذا الاسم؟ قيل: لأن من لم يكن ذا قدر يصير عند الله في هذه الليلة ذا قدر إذا وفق لاغتنامها. لماذا؟ لأنه كأنه يزيد أكثر من 80 عبادة، فيصير عند الله ذا قدر ومكان عالي. وقيل سميت بليلة القدر لأن الله أنزل فيها كتاباً ذا قدر على رسول ذا قدر بواسطة ملك ذا قدر في ليلة ذات قدر في شهر ذا قدر. وقيل سميت بليلة القدر لأن الله يقدر فيها مقادير الخلائق إلى العام القادم، ليس مقادير اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ انتهى أمره، أما ما يوضع للملائكة إلى العام القادم فيقدر في هذه الليلة. هذه الليلة أرجح الأقوال فيها متى؟ أرجح الأقوال أنها ليلة 27، يعني أنت تجتهد في 10 تجعل لك رأس مال في 10 الأواخر. كيف رأس مال؟ يعني تضمن صلاة العشاء، تضمن صلاة القيام، تضمن لنفسك ولو دينار صدقة في كل ليلة، تضمن لنفسك 100 صلاة على النبي و100 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اجعل هذه نقاط ثابتة، اجعلها ثابتة. هذه النقاط لماذا ثابتة؟ لأنك تخيل أنك سوف تضربها في كم؟ في 80 عام. فاجعلها نقاط ثابتة في كل ليلة. في ليلة 27 ضاعف فيها الجهد. لماذا؟ لأن أرجح الأقوال أن ليلة القدر 27. في صحيح مسلم هناك صحابي جلنا يعلم اسمه، أبي بن كعب، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأكم لكتاب الله أبي. أبي كان يقسم بالله،
يحلف بالله أنها ليلة 27. في مسند أحمد واقعة جميلة جدا. يقول ابن عباس: جاء رجل كبير في السن، كبير جدا، جاء إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، دلني على ليلة أقومها لعلها أن تكون هي ليلة القدر. هو تخيل معي نقطة مهمة جدا، هذا الرجل الكبير في السن والذي قال يا رسول الله أنا رجل كبير عليل، إضافة إلى أنه هو كبير في السن عنده أمراض، لا تتصور أنه يتكلم عن ركعتين أو أربعة أو ستة بعد العشاء، يتكلم هذا الرجل عن قيام ليلة، يعني يريد أن يجتهد من بعد العشاء إلى آخر الليل اجتهاداً عظيماً، لا يستطيع أن يفعل ذلك في بقية الليالي لأنه ماذا؟ كبير، باستطاعته أن يصلي ست ركعات ولا عشرة هو جالس، لكن هذا الرجل عنده همة عالية مع كبر سنه وشدة مرضه، يبحث عن اجتهاد طول الليل، لأن الاجتهاد يصعب طول الليالي كلها عند هذا الرجل، فأراد من رسول الله أن يدله على ليلة، فقال له صلى الله عليه وسلم: عليك بليلة 27. في سنن أبي داود كذلك هذه الرواية: ليلة القدر ليلة 27. فالإنسان يغتنم، لكن لربما من يسأل يقول مثلا: عندي بعض المشاغل الآن، نسيت أن أشتري ملابس الأولاد فأذهب إلى السوق. فأقول لك: هناك تجارة للسوق، تجارة خاصة بالأسواق. ما هي هذه التجارة؟ هذه في حالة الاضطرار، إذا ضاق عليك الوقت ولم تشتري الملابس إلا في العشر الأواخر، فخذ تجارة السوق. الأولى أنك لا تنسى إذا ذهبت إلى السوق أن تكسب 1000 حسنة، والسوق اليوم كما يقول بعض أهل العلم يختلف عن الأسواق القديمة، الآن حتى المحل السوبر ماركت أصبح يحل محل السوق لأن فيه كل شيء، لما تمشي المحل خالد دية تلقى فيه كل ما تريد. لا يا سلام عليكم. فلا تنسى أن تقول عند دخولك السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. قال النبي: من قال ذلك إذا دخل السوق كتب الله له 1000 حسنة. ففضل عظيم. التجارة الثانية لمن كان منشغل بالسوق لشراء بعض الحاجيات، جاء في الصحيح: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تقرأها 3 مرات كأنك قرأت القرآن. لا يمكن أن تحمل مصحف في السوق، صعب، لكن بإمكانك أن تحرك شفتيك بقولك: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دقيقة واحدة ثلث القرآن. جاء في رواية: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، وإن كانت الرواية ضعيفة. فالشاهد: إذا كان هناك خروج اضطراري عمره بما ينوب عن الطاعات التي تحتاج إلى تفرغ وجهد. الأمر المهم أيضاً والذي يختص بما يدعى به في العشر الأواخر، بما يجدر بنا أن نحرص أن تلهج به ألسنتنا في العشر الأواخر من رمضان، هو ما جاء عند الترمذي أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر؟ والعلماء عندهم وقفة، عائشة ماذا قالت؟ إن علمت،
كيف حتعلم وهي أصلاً الليلة مختفية والنبي قال التمسوها؟ قال العلماء هناك علامات، منها هدوء ليلها واعتدال الجو فيها، هذه علامة الليل. وأحياناً من يصطفيه المولى عز وجل ويشعره بها، حتى العلماء قالوا من أخبر بها وشعر بها لا يحدث بها غيره حتى لا يحسد عليها. فأحياناً يشعر بها المسلم، يشعر بسكينة في تلك الليلة، براحة في تلك الليلة. فعائشة، نعم، فعائشة قالت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول فيها. فكأن هذا السؤال يجعلنا نحن الآن نبحث عن هذه الليلة، من هذه الليلة نحاول أن نعرف هل هذه هي ليلة القدر أم لا. لكن إن لم نعلم، العشر هذه أكثر فيها من هذا الدعاء الذي سوف يوصي به النبي عائشة. قال لها قولي اللهم إنك عفو، ليس هناك فيها لفظ كريم في الدعاء هذا المخصوص، يجوز أن تقول كريم في غيره، لكن إن أردت دعاء النبي لأمنا عائشة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنك. العلماء قالوا العفو أعلى درجات الكمال، إن عفى الله عنك غفر ذنبك وستر عيبك وأعلى مقامك وأكرمك غاية الإكرام. والأمر الثاني في هذا الدعاء قالوا أمر قلبي. ما معنى أمر قلبي؟ قالوا لأن من يقتدي برسول الله سوف يجتهد في العشر، يصلي مع الإمام حتى ينصرف، والنبي يقول من صلى مع الإمام حتى ينصرف، يعني حتى يكمل الإمام، كتب له قيام ليلة. فأحياناً لما تصلي مع الإمام وتذهب تضع بعض الصدقة في صندوق المسجد، وتتفقد عائلة فقيرة، وتذهب مثلاً لعيادة مريض، وترجع في آخر الليل تصلي على النبي 100 وتسبح وتهلل وتكبر وتستغفر، ثم تصلي ورداً من آخر الليل، لربما يحدث في النفس نوع من الغرور بكثرة العبادة. فكأن من هذا الدعاء تظهر افتقارك لله سبحانه وتعالى، يا ربي مهما أطعتك، مهما اجتهدت، مهما عبدتك، مهما تصدقت، مهما صليت، مهما قرأت، مهما أنفقت، فأنا أظل فقيراً ومحتاجاً إلى عفوك وإلى منك وإلى كرمك وإلى جودك وإحسان. فالإنسان يستغل ويظفر ويضع بين عينيه قول المولى سبحانه وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا في الطاعات، مسارعة مسابقة في الرزق، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالإنسان يجتهد ويغتنم. وسبحان الله، كان الصالحون العشر الأواخر هذه منهم من يغتسل فيها في كل ليلة ويتعطر، لماذا؟ استقبالاً لهذه الليلة العظيمة. فالموفق من وفق لهذه الليلة العظيمة ونال فيها الأجر العظيم، وكان ممن يعمرونها بالخير والطاعة، وأن يكونوا فيها ممن يجتهدون اقتداءً بسيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيضاً مما يجدر بالمسلم أن يحرص عليه، وهذا أمر يغيب، أغلب من يقرأ القرآن في رمضان يكثرون قراءته في نهاره، في النهار، مع أن الأولى أقول، ليس يعني واجباً، الأولى أن يقرأ القرآن ليلاً. لماذا؟ لأنه جاء في الصحيح أن جبريل عليه السلام كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن، ماذا في ختام الحديث؟ في كل ليلة، لم يأتي في النهار،
هو النهار مطلوب، القرآن يقرأ في كل وقت، لكن نجد أن كثير من الناس بمجرد أذان المغرب ينتهي عهده بالمصحف، لا يمسه إلا ثاني يوم عند الظهر. فالإنسان عليه أن يحسن وأن يجمل التجارة مع الله عز وجل، كما قال النبي في الحديث المشهور في صحيح مسلم: إسلام، إيمان، إحسان. فالإحسان أن تصل إلى أعلى مقامات العبودية، أن تعبد الله كأنك تراه، فتجعل كل عبادة عبادة جميلة، الهيئة، اللباس، الأذكار، تجعل نفسك في كل عبادة حريصاً على إتقانها وإحسانها. ولهذا كان أحد الصالحين إذا أراد أن ينفق أو أن يتصدق يعطر أمواله، دنانيره ودراهمه، فسألوه فقال: إني أضعها في يد الله قبل أن أضعها في يد الفقراء. فكانوا يحرصون على إحسان العباد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من أهل القدر يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك من عتقائك من النار. اللهم إن نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن لك يا ربنا عتقاء من النار في كل ليلة، اللهم فاجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم فاجعلنا وزوجاتنا وذرياتنا ووالدينا وإخواننا وأخواتنا منهم يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر القريب والبعيد، اللهم اكفنا شر القريب والبعيد، اللهم اكفنا شر القريب والبعيد. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من الفائزين برضوانك والجنة يا رب العالمين. اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا. اللهم بارك في أهل هذا المسجد يا رب العالمين، اللهم بارك فيهم وفي من دعم وأسس وأقام هذا المقام وأذن فيه يا رب العالمين وصلى وأقام يا كريم. اللهم لا تحرمنا فضلك وإحسانك، اللهم لا تحرمنا فضلك وإحسانك، اللهم لا تحرمنا فضلك وإحسانك. اللهم هذه دعواتنا رفعناها إليك فلا تردنا خائبين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فرج عن بلادنا كربتها، وولي علينا خيارنا، وعجل بهلاك الظلمة والمجرمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.